السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي أصدقائي الطلاب والطالبات أبطال الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنحل الامتحان الشامل للتنسيق الهرموني من كتاب التفوق المراجعة النهائية. معكم دكتور إسلام المنشاوي، طبيب بشري محاضر مادة الفسيولوجيا الطبية بالكليات الطبية ومحاضر أحياء وبيولوجيا النظام الجديد عربي ولغات. جاهزين؟ يلا بينا نتوكل على الله، يلا بينا. الاختبار الشامل على التنسيق الهرموني معنا 50 سؤال على الدرس الأول والثاني. السؤال الأول بيقول: من خلال دراستك للشكل المقابل الذي يوضح أحد النباتات أثناء مراحل نموه المبكر، فإن جميع الأجزاء النباتية المرقمة بتفرز الهرمونات النباتية ما عدا مين؟ بصوا يا شباب، اللي بيفرز الهرمونات النباتية هي القمم النامية، تمام، اللي موجودة في حاجتين، في القمم النامية والبراعم، اللي موجودة في الساق وفي الجذر تحت، يعني القمم النامية للجذر والقمم النامية للساق، ما عدا الشعيرات الجذرية دي اللي مش بتفرز. دي قمم نامية وبراعم في الساق، ودي قمم نامية للجذر، إنما دي شعيرات جذرية. يبقى كل دول يفرزوا هرمونات نباتية ما عدا رقم 3 اللي هي الشعيرات الجذرية. أوكي، طيب رقم 2 بيوضح التمثيل البياني المعطى نتائج زراعة بذور أحد النباتات في تركيزات مختلفة من الجبريلين، والجبريلين ده هرمونات نباتي أو هرمون نباتي. بنستنتج من دراسة الشكل المقابل إيه بقى؟ بص كده، إحنا هنا لو بصينا كل ما يزيد تركيز الجبريلين كل ما إنبات البذور بيزيد، يعني علاقة طردية. فالجبريلين له تأثير محفز لانقسام الخلايا النباتية، اه هو ليه تأثير محفز، وده احنا شفناه دلوقتي، ان كل ما بيزيد الجبريلين كل ما بيزيد انتاج البذور. يبقى بالنسبة ليه ألف تنفع البذور المستخدمة لا تحتوي على أجنة حية، ما هي لو مش حية مش هتزيد، مش هتنمو، يبقى دي غلط. نقص تركيز الجبريلين يساعد في انتاج البذور، لو دي صح يبقى العلاقة المفروض كانت تبقى عكسية، ولكن هي مش كده، يبقى دي غلط. البذور النابتة بتفرز الجبريلين، يعني البذور هي اللي بتفرز، لا ده هو بيساعد على نموها تمام وتكاثرها، يبقى دي برضو ايه غلط. يبقى الإجابة ألف، إنه ليه تأثير محفز. اكتبها النوتة عندك، موضوع الجبريلين ده حتى أنت لو مش عارفها كمعلومة فأنت استنتجتها من الكيرف، عشان محدش يقول لي إحنا ما خدناهاش. طيب ادرس الشكل المقابل ثم أجب. بيقول لي هنا جبنا بادرة نبات وجيناها ناحية ضوء شمعة، نلاقي إن النبات بيميل دسغ ناحية الإيه؟ الضوء. عندنا الجانب ب والجانب ألف، الجانب ب غير اللي هو البعيد عن الضوء، جانب ألف مواجه الضوء. المفروض كده بتفرز الأوكسينات نتيجة تعرضها للضوء فتنتشر أكتر في الجانب البعيد عن الضوء، وتسبب استطالته فتبدأ تخليه إيه؟ يتجه ناحية الضوء، ينحني. بمعنى كده تركيز الأوكسينات في الجانب ب أكبر من ألف. هل تركيز الأوكسينات في خلايا ألف أكبر من ب؟ لا. طب في ب أكبر من ألف؟ أه تنفع. تمام، طب تركيز الأوكسينات في الجانبين متساوي؟ لا طبعا. طب لا توجد أوكسينات؟ لا طبعا برضه. يبقى هنا تركيز الأوكسينات في ب أكتر من ألف، ودي كده إيه شرحنا، أدي كده رقم 3 تبقى ب. أوكي، بعد كده 4، الشكل التالي يوضح مخططا مسبقا للتجربة التي أجراها العالم بويسن جونسون للتحقق من وجود الهرمونات النباتية. الكلام ده خدناه في سنة تانية ثانوي لو تفتكر. أي البدائل التالية قد تفسر نتائج التجربة الموضحة بالشكل؟ حطينا هنا صفيحة من المايك، هنا الهرمونات النباتية ما عدتش لا هنا ولا هنا فما سببتش انحناء. الصفيحة من المايكا دي بتبقى عازلة لا تسمح بمرور الهرمونات النباتية. هنا الصفيحة تمام، أو قطع من الجيلاتين، والجيلاتين دي الهرمونات النباتية بتدوب فيها عادي جدا. تمام؟ فيقول لي هنا إيه؟ يعني الهرمونات النباتية والأوكسينات طلعت من القمم النامية وعدت من القطع الجيلاتينية وبدأت إيه تسبب انحناء الساق. انتشرت في الجانب البعيد عن الضوء وسببت استطالته أكثر من الجانب المواجه للضوء. يبقى هنا قدرة الأوكسينات على الاختراق والنفاذ خلال أي وسط صلب؟ لا غلط، لأنها ما قدرتش تعدي المايك. طب وجود مواد مثبطة بتضاد التأثير المحفز للأوكسينات؟ يعني هل إحنا مثلا في تجربة صفيحة المايكا الأوكسينات كانت محفزة وإحنا أفرزنا حاجة كانت مواد مثبطة؟ لا ما أفرزناش لوجود صفيحة المايك. قدرة الأوكسينات على الانتشار عبر الجيلاتين من القمة إلى باقي الغلاف الورقي؟ أه ده فعلا حصل. طب وجود أو غياب الأوكسينات لا يؤثر في الانحناء الضوئي؟ لا بيؤثر طبعا. يبقى الإجابة بالنسبة لي جيم. أوكي؟ نيجي بعد كده 5،
جميع الأعراض التالية بتظهر على ذكر عمره 8 سنوات نتيجة استئصال الغدة النخامية، تمام؟ يحصل كل دول ما عدا هل هينخفض ضغط الدم؟ اه، لأن مفيش غدة نخامية يبقى مفيش اي دي اتش، وبالتالي اي دي اتش كان بيرفع ضغط الدم، لما يغيب يقل ضغط الدم. زيادة وزن الجسم نتيجة تراكم الدهون، ها هل ده بيحصل؟ رقم 5، هل بيزيد الوزن الجسم نتيجة تراكم الدهون؟ اه، لأن المفروض كنا بنفرز التي 3 والتي 4 اللي هم هرمونات الغدة الدرقية كانوا بيحرقوا، يبقى دول دلوقتي قلوا مع نقص افراز الغدة النخامية، لأن اللي بيحفز افرازهم التي اس اتش اللي لازم الغدة النخامية خلوهم يزيدوا. طب لو ده قل يبقى دول هيقلوا، تمام؟ ولما يقلوا هيبتدي يحصل ايه؟ دول كانوا بيحرقوا الدهون، فالدهون مش هتتحرق فتبتدي تراكم، دي برضه بتحصل، احنا عايزين لما عدا. ارتفاع مستوى الجلوكوز الدم عن المعدل الطبيعي، تمام؟ ونقص معدل تحول الانسجه الغضروفيه لانسجه عظميه. لا، ده بيعتمد على هرمون الاف اس اتش والال اتش، لما الانسان يبلغ، تمام، بيروح يحول الغضاريف الى حظاء، وبالتالي الانسان مش هيطول تاني، بقت تحت تحكم هرمون التستوستيرون اللي بيطلع نتيجه تحفيز الاف اس اتش والال اتش، بالذات الال اتش طبعا زي ما خدنا قبل كده. طيب، يبقى بالنسبه لي اضرب الاستبعاد كده، ارتفاع مستوى الجلوكوز الدم عن المعدل الطبيعي، هل البنكرياس اللي بيرفع مستوى الجلوكوز له علاقه؟ وبعدين ده يحصل عكس، ده بينخفض مستوى الجلوكوز، لان لما استأصل الغده النخاميه مش هيبقى فيه فص امامي، ولو ما فيش فص امامي مش هيبقى فيه جروث هرمون او هرمون النمو، وده كان بيزود السكر في الدم، ما ده دم قليل يبقى سكر الدم هيقل مش هيرتفع، يبقى الاجابه بالنسبه لي ج. نيجي بعد كده 6، من خلال دراستك اي الاجزاء التاليه بتحفز افراز انزيم اللايبيز؟ اللايبيز ده طبقا لابحاث ستارلينج بيطلع من بنكرياس، لما يطلع يجي له تنبيه، التنبيه ده هرموني جاي من الانتستن، فلما يجي ينزل الاكل هنا في الديودينم او الجزء من الانتستن على طول تيجي مطلع هرمون، الهرمون يمشي في الدم لحد ما يوصل البنكرياس يحفزها انها تطلع العصارات الهاضمه اللي منها اللايبيز ماشي، وانزيم اللايبيز البنكرياس وانزيم الاميليز، تمام؟ فيبتدي يعدي الى الديودينم ويهضم الايه؟ الاكل. يبقى بالنسبه لي مين الجزء اللي مسؤول؟ هو ده، تمام، اللي هو 4، ده اللي بيبدا يحفز افراز انزيم يحفز، انما لو قال لك مكان افراز انزيم اللايبيز تقول له طبعا رقم 3 اللي هو من الجزء الايه؟ الغده الحويصليه. بعد كده رقم 7، من خلال دراستك بشكل مقابل اي البدائل التاليه الصحيحه؟ الجزء صاد اكبر من سين، عايز اقول لك صاد ده عصبي وسين ده الغدي، فدايما الغدي اكبر، يبقى هل صاد اكبر؟ لا، غلط. طب الجزء سين اللي هو ده بيحتوي على نهايات عصبيه؟ لا، لان بيحتوي على اوعيه دمويه، لانه متصل بحاجه اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، الدوره الدمويه ما بين الهايبوثالامس والغده النخاميه. رقم 3، استجابه الجزء عين بتعتمد، اللي هي هنا الاعصاب، بتعتمد على غلق فتح بوابات الصوديوم والبوتاسيوم، اه، لان الاعصاب كهربتها عباره عن دخول صوديوم وخروج بوتاسيوم، يبقى دي تنفع. الجزء الصاد تحتوي على اجسام الخلايا العصبيه المفرزه، ده لا مش اجسام، يحتوي على النهايات العصبيه، لان يعني الجسم بيبقى هنا يفضل يمتد لحد ايه صوت، تمام؟ يبقى الجزء الصاد يحتوي على اجسام الخلايا العصبيه، لا بيحتوي على المحور بتاعه. فبالنسبه لي الاجابه ايه؟ جيم. ادي 7. هنيجي بعد كده الى 8، الشكل الذي امامك بيوضح تاثير احد هرمونات الغده النخاميه اللي بيأثر على الكبد ويأثر على العضلات ويأثر على العظم. هل الاي دي اتش يعمل كده؟ لا، ما اثرش حاجه فيهم. التي اس اتش يعمل كده؟ برضه لا. الاي دي اتش يعمل كده فيهم؟ برضه لا، منام الجروس هرمون طول ما هو زاد دول هيزيدوا في الحجم، طول ما هم قلوا دول هيقلوا في الايه؟ في الحجم، تمام؟ يبقى بالنسبه لي مين الهرمون ده؟ هو الجروث، ايه الجروث هرمون اللي هو رقم ديل. الجروث هرمون رقم كام؟ رقم ديل. نيجي بعد كده رقم 9، افحص الشكل، دي سيده كانت جميله واموره اهي، وبعد كده سبحان الله مفيش جمال بديم على حال يا اولاد، بدات تتحول الى حاله اللي احنا شايفينها دي اسمها اكروميجالي، مش ما اسمهاش ميجالي، اسمها اكروميجالي، تمام؟ بيقول لي اي البدائل التاليه بتعبر عن الخلل الهرموني اللي بيفسر تحول هذه المراه من حاله سين حاله صاد؟ هو المفروض ده زياده في الجروث هرمون، ده اللي بيسموه اكروميجالي. هل نقص هرمون الثيروكسين؟ لا، هرمون الثيروكسين ما يعملش كده لما ينقص. زياده افراز هرمون النمو على المعدل الطبيعي تنفع، لو زادت عن الطبيعي تؤدي الى تضخم عظام الوجه والاطراف. خلل في يض الجلوكوز نتيجه ضمور، بص هو المفروض بيحصل خلل انما الهرمون يزيد قوي ساعتها ده هيزود السكر في الدم، ولكن هو بيتكلم في الطبيعي، لا مش هيحصل اي خلل. طب نقص افراز هرمون الكورتيزون المعدل الطبيعي هل ده يقلل افرازه؟ برضه لا، مش هيقلل افراز كورتيزون ولا حاجه، تمام؟ مفيش علاقه ما بين زياده الجروث هرمون وبين ايه؟ نقص الكورتيزون او زياده، تمام. بعد كده 10، اي المواد التاليه يمكن ملاحظه نقصها
عند إجراء فحص عينة دم لهذه المرأة. لو إحنا عندنا عينة دم للمرأة دي عندها بتبني بالجروث هرمون بروتينات كتيرة، البروتينات بتبتدي أو بتتبني من أحماض أمينية. الأحماض الأمينية دي إحنا بناخدها من هنا ونوديها على طول هناك ليه؟ المكان اللي نبني بيه، نبني فيه البروتين. يبقى الجروث هرمون ده بروتين بيتبني من أحماض أمينية، يبقى الأحماض الأمينية بالنسبة لي هي اللي هتقل، لأن إحنا عمالين نستخدمها مش باقي الحاجات. أوكي كده أول إيه، أول 10 أسئلة. تعالى نكمل السؤال رقم 11، بيقول لي من خلال دراستك للمخطط التالي، في غدة صماء وده هرمون بيطلع هرمون بيروح لغدة قنوية يطلع سائل سين. بص كده، عايز أهمية السائل سين. أنا بقول لك بقى هنا إن الغدة الصماء دي هتبقى غدة نخامية، تمام، وتطلع هرمون البرو لاكتين، يروح لغدة قنوية اللي هي الثدي عشان تطلع سائل اللي هو اللبن الأم. أهمية السائل سين، هل ليه دور في عملية التغذية عشان نحتوي على إنزيمات هاضمة؟ لا مش إنزيمات هاضمة. طب ليه دور هام في التغذية؟ لأنه بيحتوي على مواد غذائية، مواد مناعية. مواد مناعية بيحتوي على الاي جي اي، ماشي، المضادة ايه، ومواد غذائية غنية للطفل مهمة جدا. طب بيقوم بدور في أهم عملية الإخراج، يخرج أملاح، يعني الأملاح تخرج في اللبن، ده بينفع يعني ينفعش. طب يقوم بدور هام في حماية العين، اللي جاب الثدي العين، يعني أنت فاهمني، اللي جاب القلعة جنب البحر، مفيش، مش علاقة. يبقى الإجابة بالنسبة لي بقى. طيب 12، جميع الحالات بينتج عنها زيادة نشاط الخلايا المشار إليها بالرمز سين في الشكل ما عدا، دي خلية عصبية مفرزة بتفرز هرمونات في الدم، يبقى تطلع الـ ADH والأوكسيتوز. طيب بيقول لك هتنتج، تمام، هرمونات بتساعد على الكلام ده ما عدا، أو الكلام ده كله هيؤدي إلى نشاط الخلية دي وإفراز الـ ADH أو الأوكسيتوسين ما عدا. النزيف الحاد، لما الواحد ينزف هيطلع الـ ADH عشان يعمل فازو كونستريكشن أو انقباض للأوعية الدموية عشان يضيقها فيقلل النزيف. الإفراز في تناول الأسماك المملحة، لما نتناول أسماك كتير دي المعدة ودي الأمعاء، الأسماك المملحة تبدأ تخلي الدم يروح له ملح كتير، ولما يروح له ملح يبقى كده اسموزية الدم تزيد. أول ما اسموزية الدم تزيد يطلع الـ ADH، لأن ده حافز لخروج الـ ADH، يبقى الاتنين دول بيأدوا لخروجه. نهاية المرحلة الثالثة من الجسم، المرحلة الثالثة اللي هي الأخيرة من الحمل خصوصا آخر شهر، يطلع الهرمون الثاني اللي اسمه أوكسيتوس عشان يساعد زيادته على انقباضات الرحم فيساعد على الولادة. طب انخفاض درجة حرارة الجسم هل تؤدي لخروج دول؟ لا. يبقى بالنسبة لي ما عدا دي دال، إنما التلاتة دول بيؤدي لخروج. نيجي بعد كده 13، بيقول لي في ضوء فهمك للمنهج، تتحكم الغدة النخامية في إفراز غدد أخرى قد توجد في كل من مهالي ما عدا، توجد في التجويف الحوضي، ده اللي هو المبيضين في الأنثى، في التجويف الصدري لا مفيش حاجة، يبقى ما عدا دي. التجويف البطني بيبقى فيه قشرة الغدة الكظرية، تمام، اللي هي بتبقى فوق الكلى، لو دي الكلى كده هي بتبقى فوقيها، تمام، أو كيس الصفن، الخصيتين، يبقى دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، ما عدا دي مفيش حاجة في التجويف الصدري غدة، يعني بيروح لها هرمون جاي من الغدة الإيه، النخامية. رقم 14، بيقول لي من خلال دراستك للشكل المقابل، ما النتائج المترتبة على تلف وضمور الخلايا سين؟ سين دي اللي هي الخلايا العصبية المفرزة اللي بتطلع الـ ADH والأوكسيتوس، تمام؟ طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ لو الخلايا دي تلفت دول هيقلوا، لما يقلوا الـ ADH لما يقل حجم البلازما، المفروض إن هو الـ ADH، تمام؟ بياخد ميه من اماكن معينه من البول مثلا ويبدا يرجعها للدم فيخلي حجم الدم يزيد، حجم البلازما. لو هو ما عملش كده حجم البلازما يقل، يبقى تنفع دي او دي او دي حجم البلازما. طيب واسموزيه البول، المفروض البول لما كان بينزل والاي دي اتش يطلع،
صح. ليش لما كان بيطلع كنت باخد من البول ميه واوديها للدم، فساعتها اسموزيت البول تزيد. انا دلوقتي سبت الميه، يبقى خففت تركيز الاملاح في البول فقللت الاسموزيت، يبقى تاني حاجه التانيه تقل، يبقى دي ودي، دي ما تنفعش، يبقى دي كده خلاص اكس تمام، وبالتالي الاخيره برضه ما تنفعش عشان دي ازداد. طيب شكل كرات الدم الحمراء، المفروض ان الاي دي اتش لما كان بيشتغل، تخيل كده دي البلازما تمام، ودي الار بي سيس خلايا الدم الحمراء، وهنا دي البلازما. لما اسمه زيت الدم كان بتزيد، يجي على طول اي دي اتش ياخد ميه ويوديها الاسمي للدم للبلازما. طب ما حصلش كده، البلازما اسمه زيتها عليت والاي دي اتش ما طلعش، يبقى لازم بلازما تاخد ميه، تبتدي تاخد من كرات الدم الحمراء، يطلع منها كرات الدم الحمراء تكش، تبقى منكمشه. يبقى الاجابه بالنسبه لي اللي منكمش جيم. اوكي طيب 15، اي البدائل التاليه لا تنطبق على هرمون الاوكسيتوس تمام، يمكن تناوله على اي اقراص؟ لا، لانه عباره عن بروتين زيه زي الانسولين يا اولاد، ما ينفعش، ده لا ينطبق. الاجابه الف، يستخدمه الاطباء في الاسراع في الولاده، حقن الطلق. يشترط لافراز وجود سيال عصبي، لانه بيفرز من خلايا عصبيه مفرزه. يزداد افرازه عند مص الرضيع لثدي الام، بيحفز اشارات عصبيه تروح للغده النخاميه تبدا تقول له طلع هرمون الاكسيتوسين عشان يطلع اللبن. يبقى الاجابه بالنسبه التي لا تنطبق هي الف. 16 صح معايا. يقول لك بعد دراسه الشكل المقابل، اي الرموز التاليه بتشير الى التركيبه التي يحتوي على اكبر عدد من مستقبلات الاي دي اتش. الاي دي اتش بيؤدي الى انقباض الاوعيه الدمويه، وانقباض يبقى عايزين حاجات فيها كتله عضليه مصل كتيره. اللي فيها كتله عضليه كبير، الاحمر ده شريان والازرق ده وريد، ودي شعيرات دمويه. مين اللي فيها في جدارها عضلات اكبر واتخن؟ الشريان اللي هو سين، يبقى سين فقط تمام. يلا 17، يلا بطل مع بعض كده. بيقول لي في 17، من خلال دراستك للشكل البياني التالي، أي البدائل التالية تفسر تحول العظام من هنا لهنا، من الحالة الطبيعية إلى الحالة بدأ العظم يتاكل؟ شوف دي فراغات معناها تاكل في العظام. ما دام بناكل في العظام يبقى بنسحب الكالسيوم منه، اللي بيسحب الكالسيوم من العظام هو هرمون البي تي اتش أو البارا ثرمون، صح ولا لا؟ هو اللي بياخد الكالسيوم من العظام يملاها في الدم عشان يزود الكالسيوم في الدم. طب الباراثيرويد هرمون ده او الباراثرمون بيطلع من الغده جارات الدرقيه، يبقى هل زياده في نشاط الدرقيه؟ لا. زياده كفاءه الانزيم المنشط لفيتامين د؟ لا، ده بالعكس، ده يخلي البون حلو او العظم حلو. زياده نشاط الغده الدرقيه، سوري، جارات الدرقيه، ايوه. الافراط في تناول منتجات الالبان، لا، ده يخلي فيه كالسيوم زياده، يعني يزود اللون الاصفر جوه، يبقى دي برضو لا. يبقى الاجابه بالنسبه لي ج. دي كده 17. 18، بيقول لك الجدول يبين نتيجة تحليل تم إجراؤه لأحد الأشخاص، ما الذي يمكن استنتاجه من دراسة هذا التحليل؟ بص يا شباب، ده تحليل تي اس اتش واي وثيروكسين، دي الغدة النخامية، الفص الأمامي والفص الخلفي تمام، وهنا عندي الغدة الدرقية، المفروض دي تطلع، طلع تي اس اتش يحفز الدرقية انها تطلع الثيروكسين اللي هو تي 3 تي 4، الثيروكسين هو التي 4 تمام. بص بقى، التي اس اتش عالي 10 ونص، الطبيعي من 1 من 10 لنص، يبقى دي كده عالي، والثيروكسين 500، الطبيعي من 50 ل 100 برضه الاثنين عاليين، يبقى الثيروكسين عالي نتيجة ان ده عالي. يعني لو تي اس اتش كان طبيعي الثيروكسين مش هيطلع، مش هيطلع طبيعي. طب عرفت منين؟ ما هو دي زايدة لان دي زيادة، انت عارف لو الزيادة هنا بس يبقى المشكلة في الغدة بتاع الدرقية تمام، وكنا قلنا دي طبيعية، إنما المشكلة هنا عالية وهنا عالية، يبقى التي اس اتش عالي تمام، فعلى الثيروكس، يبقى المشكلة كلها في اللي بيطلع التي اس اتش اللي هو الجزء الغدي الغدة النخامية. طب هل في مشكلة في نسبة اليود؟ يا جماعة الثيروكس مش هو المشكلة، أي نعم هو زايد بس مش بسبب مشكلة في الغدة، يعني مش بسبب زيادة اليود ولا حاجة تمام، إنما اللي خلاها تصنع كتير تطلع كتير التي اس اتش مش اليود. وجود خلل في الدرقية، الدرقية بريئة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الغدة النخامية بتعمل شكل طبيعي، طبيعي ازاي وهي عندها خلل؟
ينفعش الإجابة بالنسبة لي جيم. 19، أي العلاقات البيانية التالية تعبر بشكل خاطئ عن الهرمونات في الجسم؟ هنا دي علاقة عكسية ما بين هرمون الأنسولين وتركيز الجلوكوز. أكيد كل ما الأنسولين زاد كل ما الجلوكوز قل، علاقة عكسية، يبقى دي تعبر بشكل صحيح، احنا عايزين خاطئ. تركيز الجلوكوز بالدم وهرمون الجلوكاجون، ها هل الاتنين عكسيين؟ فكر كده. أنا شايف إن لأ، الاتنين طرديين. المفروض كل ما يزيد هرمون الجلوكاجون يزود الجلوكوز، يعني العلاقة طردية، صح ولا لأ؟ المفروض، طيب بس المفروض كده تبقى علاقة المفروض علاقة طردية، يبقى دي خطأ. لا هي مش خطأ، لو هو قال لك هرمون الجلوكاجون تحت والجلوكوز تركيز الجلوكوز فوق كنا اعتبرناه علاقة طردية صحيحة والشكل ده بقى خطأ. إنما قال لك هنا تأثير الجلوكوز على الجلوكاجون، مش العكس، مش تأثير الجلوكاجون على الجلوكوز. لا هنا الجلوكوز لما بيزيد الجلوكاجون اللي هو كان بيزود السكر هيقل، ملوش لازمة يطلع، يبقى العلاقة ما بينهم عكسية، تنفع الاختيار ده. إنما لما يحط لك الهرمون تحت على المحور الأفقي يبقى ده تأثير الهرمون على الجلوكوز اللي هو على المحور الرأسي، يبقى دي تنفع، يبقى دي مش خاطئ، احنا عايزين الخاطئ. هرمون الباراثورمون والكالسيتونين، هل الاتنين طرديين؟ لا، ما هو ده لما بيقلل الكالسيوم في الدم، ده لما بيزيد بيزود الكالسيوم في الدم، ينفع الاتنين يعملوا الاتنين في نفس الوقت؟ ما هو ده يطلع ده يطلع، الاتنين عكس ايه بعض، لما ده يزيد الهرمون ده ماشي هيقل، يبقى العلاقة عكسية مش طردية، يبقى دي تعب بشكل خاطئ. جيب الكالسيوم في العظام والكالسيتونين، كل ما زاد الكالسيتونين زود الكالسيوم في العظام، ايوه ده بيعمله فعلا. يبقى دي علاقة طردية صحيحة، يبقى الشكل الخاطئ بالنسبة لي جيب. تمام، نيجي بعد كده ل 20، اي البدائل التاليه تعبر عن حاله شخص صائم لمده 10 ساعات؟ 10 ساعات احنا بنحاول نزود السكر في الدم، عشان تزود يبقى تروح تطلع جلوكاجون، يبقى الجلوكاجون المفروض يزداد، تنفع دي وتنفع دي، هيفرز من خلايا الفا تنفع الاثنين، طب والانسولين لازم يقل تنفع الاثنين، طب والجلايكوجين احنا بنكسره ونحوله لجلوكوز، يبقى الجلايكوجين يقل ولا يزيد؟ يقل، يبقى دي ما تنفعش. الاجابه بالنسبه لي دي إجابة جيم. أوكي، 21 ولا 20 ولا 21 ولا 22، الجدول المقابل بيوضح استجابة 4 غدد صماء، تمام، لهرمونات الغدة النخامية في جسم الإنسان. ما الغدة الذي يشير لها، ماشي، الجزء أو الغدة اللي يشير لها رقم 2، ها دي المفروض غدد تستجيب، تمام، 4 غدد صماء، تمام، تستجيب لهرمونات الغدة النخامية، دي ما بتستجبش لهرمونات الغدة. مين اللي بيستجبش؟ الخصية تستجيب لل اف اس اتش وال ال اتش، الدرقية تستجيب لل تي اس اتش، الثدييه للبرولاكتين، انما جزر الانجلهانز البنكرياس لا يستجيب. يبقى الإجابة بالنسبة لي الغدة رقم 2 التي لم تستجيب لايه، هرمونات الغدة النخامية، هي جزر الانجلهانز في البنكرياس. 22، أي البدائل التالية بتعبر عن المادة سين اللي بتفرز من عضو تروح لعضو تاني بالشكل تبع الطيب، من عضو لعضو. طيب تخيل كده في المادة دي تنتقل عبر الخلايا، تنتقل في قنوات، تنتقل في أوعية دموية. اللي ينتقل في أوعية دموية لازم نختار هرمونات، يبقى وش هيخلينا نختار دي؟ نأكد بقى على الباقي. والإنزيمات المادة دي عشان تنتقل من عضو لعضو تروح في قنوات، صح؟ والأوكسينات في النبات تنتقل من عضو لعضو عبر الخلايا، من خلايا الخلايا عبر الخلايا، عادي جدا ينفع تنتقل عبر ايه، عبر الخلايا. يبقى دي بالنسبه لي الاجابه ده، ما ينفعش تختار هرمونات عبر الخلايا، ما ينفعش تختار هرمونات في قنوات، ما ينفعش تختار هرمونات عبر الخلايا، يبقى دول خاطئين. يبقى الاجابه بالنسبه لي 22 تبقى ده. اوكي، طيب 23، اي الاشكال البيانيه التاليه بتعبر عن العلاقه بين تركيز الاوكسينات على المحور الافقي ومعدل النمو على المحور الراسي؟ المفروض ان الاوكسينات لما بتزيد بتزود النمو، اهو يبقى العلاقه طرديه لحد حد معين، لو زادت بتثبط النمو فيرجع، كل ما تزيد تثبط النمو هتقلل، فتيجي اي عكسيه، يبقى بالنسبه لي الاختيار ب، تمام، هو اللي بيعبر عن كده. انما دي معناها ان الاوكسينات ما بتاثرش على النمو، ما ينفعش كل ما تزيد النمو ثابت، لا هي بتاثر على النمو. طب الاوكسينات لما بتزيد بتقلل النمو، علاقة عكسية، لا هي مش في المطلق،
هي بتزود لحد حد معين، لما بتزيد عن الحد ده بتبتدي تقلل النمو، يبقى دي خطأ. طب لما بتزيد بتزود النمو بشكل مطلق؟ لا، ما هي لما بتوصل لنقطة معينة بتقلل النمو، المفروض دي ما تنفعش، هي كمان دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. يبقى الإجابة ب 24. الشكل البياني بيوضح العلاقة بين عدد البذور المتكونة في ثمار الفراولة وحجم هذه الثمار. هنستنتج من كده كل ما زاد عدد البذور زاد حجم الثمار، يبقى العلاقة طردية. ازاي؟ ليه بقى؟ لأن البذور بتستهلك الأكسينات، ما هي لو بتستهلك الأكسينات الثمار مش هتكبر في الحجم، يبقى دي غلط. زيادة الأكسينات بتعمل على زيادة البذور، طب ومين اللي هيعمل على زيادة حجم الثمار؟ الأكسينات، يبقى الأكسينات بتزود من ده ما بتزودش من ده، تمام؟ يبقى دي غلط. البذور قد تنتج أكسينات لازمة لنمو بعض الثمار، كل ما البذور يزيد عدد تنتج أكسينات أكتر في حجم الثمرة يزيد أكتر، يبقى دي تنفع. لا توجد علاقة بين عدد البذور، لا توجد علاقة، لا توجد، صح، في علاقة، تمام؟ طيب خمسة، أنا لسه قافشهم امبارح في علاقة. 25 يقول لي من الشكل المقابل عند زيادة تركيز الأكسينات في الجانب سي بشكل زائد في المشي، فإن الجذر، المفروض تخيل كده إن ده الجانب الإيه البعيد عن الضوء، وهنا الضوء أهي الشمس، يا شموسة خدي سنة العروسة، هاتي سنة بنت العروسة، بص كده، يبقى الأكسينات تنتشر أكتر هنا، لو ده ساق كان هينحني هنا، طب ولو ده جذر يبقى اللي منتشر فيه الأكسينات هينمو بالنمو البطيء، واللي ما فيهوش اكسيدات هو اللي ينمو ايه اكبر، يبقى ينتشر بعيد عن الضوء، بعيد عن الضوء في الاتجاه ده يبقى يمين، بينحني باتجاه الايه اليمين. شوف فن وايه وشهيصه. 26 من المخطط المقابل اي البدائل التاليه بتمثل الهرمون المشار اليه بالرمز سين؟ غده صماء طلعت سين راح للرحم والثدي، الرحم ده اوكسي ماشي يساعد على الولاده، والثدي يساعد على الرضاع، يبقى الهرمون سين ده اوكسيتوسن، احب اكتبه بالانجلش قوي، والغده الصماء دي فص خلفي للغده النخاميه، الهرمون سين ده الاوكسيتوسن. ها وصلت؟ وصل. هو اللي بيروح للاثنين، البرولاكتين ما بيروحش للرحم، المضاد لادرار البول ما بيروحش للاثنين، تمام، التي اس اتش ما بيروحش للاثنين للدرقيه بس، يبقى الاوكسيتوسن. 27 الشكل البياني بيعبر عن معدل نشاط انزيمات البلمرة تصنيع وتضاعف دي ان اي كتير، يعني انقسامات كتيرة في خلايا 4 أطفال. نستنتج من دراسة الشكل البياني المقابل أن معدل نشاط الريبوسومات عند الشخص بي أكبر من دي، بذمتك ده ينفع؟ دي أكبر من دي؟ لا، ده دي الأكبر، دي ما تنفعش. معدل استهلاك البروتينات الغذائية لدى الشخص سي اكبر من ايه؟ لا، ايه بيستهلك اكتر، تمام، فبيبني اكتر، يبقى دي برضه غلط. تركيز هرمون النمو لدى الطفل ايه اكبر ما يمكن؟ لانه بيبدا ايه يبني لي كتير، بيبني في نشاط بلمره اهو، يبقى دي صح. معدل الهدم لدى الشخص ايه اكبر معدل بناء؟ لا، البناء اكتر، لان انزيمات البلمره دي انزيمات بنائيه مش هدامه، يبقى دي غلط. الاجابه بالنسبه لي جيم. هات 28 سيدة تعاني من عقم، تمام، تقف دار الشرعية، حد يقول لي وصل سن اليأس، أقول له لا، لسه في سن المين ينفع تخلف فيه، بس عند عقيمة ومتوقف عندها الدورة الشهرية، ولما عملنا لها التحاليل وجد أن السبب هو زيادة هرمون البرولاكتين. البرولاكتين يا ولاد بنستخدمه أصلا كوسيلة لمنع الحمل، كمان بنستخدمه كوسيلة إنها بتمنع خروج بويضات جديدة. ليه؟ لأن زيادة هرمون البرولاكتين بتثبط إفرازي هرمون ال LH وال FSH، فمش هتكون بويضات، تمام، ولا هتفرقعها وتكون جسم اصفر ولا يطلع منها حويصلات، ولا الحويصلات مش هتفرقع ولا يطلع منها البويضه والكلام ده كله، يبقى دي تنفع، تمام. زياده هرمون البرولاكتين بتؤدي الى نضج الحويصله، غلط، دي بتثبط الاف اس اتش فمش بتخلي الحويصله تنضج ولا يتكون جسم اصفر، يبقى الجزء الثاني صح بس ده غلط، يبقى دي غلط. زياده هرمون البرولاكتين على المستوى الطبيعي تثبط افراز اللبن، بالعكس تحفز. طب زياده هرمون البرولاكتين بتثبط افراز الخلايا العصبيه للاوكسيتوسين؟ لا خالص، تمام. يبقى احنا بالنسبه لنا البدايل ان هرمون البرولاكتين بيثبط ويقلل ال LH وال FSH. طيب 29 الشكل البياني المقابل بيوضح معدل نشاط انزيم اللولب، اللولب ده اللي بيفك الايه الشرايط المزدوجه عشان خاطر يبتدي يضعف في الخلايا الجرثوميه الاربعه رجال، تمام، معدل نشاط انزيمات الايه اللولب. طيب ماله بقى؟ الرجل دي
بيعاني من فرط نشاط الغده النخاميه. ما هي لو نشطه يبقى انقساماتها كتيره وتنتج كتير، بس هي بتنتج قليل، ودي غلط. عدد الانيبيبات المنويه النشطه من الرجل ايه اكبر من سي؟ اه ايه اهو، وسي هنا، يبقى فعلا ايه اكبر ونشط اكتر لانها عماله تعمل انقسامات اكتر، دي صح. تمام، معدل الخصوبه لدى رجل دي اعلى من تمام سي، لا سي اعلى عشان الزميل لولب بتضاعف عنده اكتر، دي غلط. معدل طفرات الخلايا التناسليه لدى ايه اكبر من يمكن؟ وانا قلت لك معدل طفرات، ليه قلت معدل طفرات؟ معنى ان حصل طفرات هو في فرصه لحدوث طفرات كتير لكن هتتصلح، فالطفرات مش هتحصل. يبقى معدل طفرات لدى الرجل ايه؟ وعشان بيصنع كتير يبقى يحصل فيه طفرات كتير؟ لا احنا بنصلحها. امال فين المجموعه اللي موجوده من 20 انزيم دول، من انزيمات الربط اللي بتساعد على اصلاح عيوب الدي ان ايه؟ نيجي بعد كده 30، من خلال دراستك للمخطط المقابل استنتج اسم الهرمون والمرحله العمريه اللي بتظهر بيها هذه الاعراض. هرمون لما بيقل بيؤدي لضعف وقوه الانقباض، وهو هو نفسه لما بيزيد يؤدي لتجديد في نمو السلوميات. وش خلاني الجزء اللي على الشمال ده، خلينا اقول ان ده جروث هرمون او هرمون نمو. لما بيقل هرمون النمو بيؤدي لاضعف قوه الانقباض، ايوه تمام، يبقى ده هرمون النمو. طب تجديد نمو السلوميات وتضخم عظام الفك يبقى ده اكروميجالي، اكروميجالي في مرحله البالغين. يبقى 30 هتبقى دال 31. اي الهرمونات التاليه يؤدي زياده افرازها الى حدوث اجهاض في الشهر الرابع؟ اجهاض يبقى اي حاجه تزود انقباضات الرحم. الاستروجين لا، ما هو بيزيد في الحمل، البروجستيرون ده مثبت للحمل. الاوكسيتوسين اه بيزود انقباضات الرحم، لو زاد في الاشهر الرابع يسبب اجهاض. الهرمون المصفر لا، ده مهم عشان بيطلع ماشي البروجستيرون من الجسم الاصفر. 32، اي البدائل التاليه لا تنطبق على هرمون النمو؟ يزداد افرازه تدريجيا مع التقدم في العمر، بالعكس لما الانسان بيشيخ يخرج سن الشيخوخه جسمه بيكش ونموه بيقل، يبقى المفروض بيقل هرمون النمو تدريجيا مع التقدم في العمر، يبقى دي لا تنطبق. يحفز نشاط انزيمات البلمره في انميه الخلايا الجسديه، اه عشان خاطر يساعد على نموها، يبقى دي صح، يبقى دي لا تنطبق. يتكون من ارتباط عده احماض امينيه لانه عباره عن بروتين، يعني ينتج عن عمله زياده ترسيب الكولاجين، او ينتج عن عملي، سوري عملي هنا يعني مفيش نقطتين، زياده ترسيب الكولاجين في نسيج العظام، اه يرسب كولاجين كبروتين، يبقى ده بالنسبه لنا بيعمله التي لا تنطبق هي الف. نيجي ل 33، رجل عمره 45 سنة بيعاني من تعدد مرات التبول العطش، لحد هنا أقول إن هو مرض سكر، ولكن تم سحب عينة دم منه لقياس تركيز الجلوكوز، فوجد إن التركيز 90 مللي جرام لكل 100 سنتيمتر، ده طبيعي جدا. طب الطبيعي من كام لكام؟ المفروض من 70 أو 80 لحد 100 أو 120 مللي جرام لكل ديسيليتر، أو لكل 100 سنتيمتر إيه مكعب، اللي هو كيوبيك سنتيمتر، ده الطبيعي، هو في الرينج ما بينهم 90، يبقى السكر طبيعي. قال لا، امال عنده بيعمل بول وعطش كتير ليه؟ اي الاعراض كانت تفسر مين من الاسباب دي قد تفسر التي يعاني منها هذا الرجل. يبقى اي حاجه تبع السكر او العضو بتاعه مش هيبقى فيها مشكله، ضمور خلايا بيتا لا، بنجلس ما فيهوش مشكله، نقص حساسيه مستقبلات الانسولين، الانسولين ما فيهوش مشكله طبيعي، ضمور في ايه؟ منطقه تحت المهاد، اه لو ضمرت تحت المهاد الخلايا العصبيه المفرزه مش هتطلع اي دي اتش، والاي دي اتش ده كان بيعمل ايه؟ بياخد الميه اللي نازله في البول ويخلي البول كميته قليله، انما لما ما يطلعش الاي دي اتش البول هتبقى كميته كتيره 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 كتير، يبقى ضمور في منطقه تحت المهاد، ايوه جميع ما سأقطعها لا، لان دي مش معاه. اوكي نيجي بعد كده 34، الشكل المقابل بيعبر عن تغير تركيز هرمونين سين وصاد في الدم عقب وجبه، يبقى واحد ماشي بيزود السكر، واحد بيقلل السكر، ليه؟ وجبه غنيه بالكربوهيدرات. طيب ده المفروض خلال تمام كده لمده 8 ساعات بعد الوجبه. اول ساعات انا واكل فالسكريات عاليه، يبقى اللي يطلع ده الاحمر انسولين يزيد، يبقى عكسه الجلوكاجون هيقل اهو يقل كده تمام، يبقى صاد ده الانسولين وسين الاخضر ده الجلوكاجون. اي العبارات التاليه تعبر عن الهرمون المشار اليه برمز صاد اللي هو الانسولين. الانسولين بيزداد افرازه اثناء النمو، النوم لا، والا دخلنا في غيبوبه نقص السكر. لا يتم تصنيعه في الريبوزومات، ده
الانسولين عبارة عن بروتين يتصنع في الريبوزومات عادي جدا برضو. لا، نقص افرازه يسبب السمنة المفرطة، بالعكس ده بيحرق الجسم لما بيقل. الناس اللي عندهم سكر هيخسوا الا لو كان عنده سكر بسبب الدخن. طب له تأثير هدمي وبنائي؟ اه، بيهدم ويبني. تمام، طيب اوكي، يبقى انا عندي بيزود السكر في الدم، يكسر الجلايكوجين ده هدمي، يبني بروتين. تمام، يبقى ده بنائي، يبني دهون، ده بنائي، عشان بس تبقى عارف. بنائي الدنيا كانت فدائي. انا بحب اجود انا في الحاجه، احط التاتش بتاعي. طيب بيقول لك يرجع ثبوت تركيز الهرمونين سين وصاد في الفتره اللي هي من 3 تمام لخمس ساعات او لاربع ساعات. الفتره دي تركيز الهرمونين ثابت، يبقى اكيد تركيز السكر ثابت. تمام، يبقى بسبب ثبوت تركيز سكر الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، ما بيتحركش، عشان كده الهرمونات لا بتقل ولا بتزيد، ملهاش علاقه باستجابه مستقبلات الانسولين. والا كان لان الانسولين ما اشتغلش، فالسكر عل يزيد، مش يفضل ثابت السكر. نقص معدل استهلاك الانسجه للجلوكوز، ما هو لو مش بنستهلكها يبقى الهرمونات ملهاش لازمه. لا، بنستهلكها يا سيدي. تمام، تخلص الكليتين من كميه كبيره من الجلوكوز، ما لو تخلصت يبقى نسبته يقل، مش يفضل ثابت كده. تمام، مش يفضل ثابت عند المعدل الطبيعي هنا، يبقى دي ما تنفعش. الاجابه بالنسبه لي ثبوت تركيز الجلوكوز. 2 تبقى ب 35. الله، الشكل التالي يوضح خطوات تصنيع احد الهرمونات. تمام، الاخضر ده جهاز جولجي، الازرق شبكه اندوبلازميه، وعندي هنا يود. ما دام يود يبقى احنا بنصنع ثيروكسين. تمام، طيب انا عندي هرمون سي، بيقول لك بازداد نشاط جميع الخلايا التاليه اللي موجوده اللي في الاختيارات لما بيرتبط الهرمون سين بمستقبلاته مع عدد. طيب بص كده، المفروض ان احنا عندنا الهرمون ده، هل بيروح للخلايا الحويصليه بتاع البنكرياس؟ ها، يزداد نشاط جميع الخلايا. ما هو هو الهرمون سين ده الثيروكس، طلعناه وجينا طلعناه تاني، ده الثيروكس. تمام، الثيروكسين ده يا سيدي اللي هو الهرمون اللي طالع، اتنين طالعين، سوري شايف السما غلط، ده هرمون سين ده ثيروكسين، اشمعنى؟ عشان فيه يود. بيبدأ يزود نشاط الخلايا الحويصلية البنكرياس، يزود نشاط كل خلايا الجسم، دي صح. بيزود نشاط خلايا، بص كده، نشاط جميع الخلايا اللي هي خلايا العظام، هتزيد تزيد نشاط اللي هي الخلايا البنية. طب خلايا الفص الأمامي لما بيرتبط الهرمون الانسولين؟ بالعكس، احنا عندنا حاجه، ادي الغده النخاميه وادي الدرقيه. الثيروكسين لما بيطلع، لما بيزيد يروح يقلل افرازات التي اس اتش، يقلل افراز الغده النخاميه، مش هيزود نشاطها، هيقلل نشاطها. يبقى بالنسبه لي ما عدا جيم. طب يقلل نشاط الالياف العضليه الملساه؟ بالعكس، هيزود نشاط الالياف العضليه في القناه الهضميه. ينفع اسم مسلسل الألياف العضلية في القناة الهضمية. 36، جميع الهرمونات التالية بيتم تصنيعها في الريبوسومات، يبقى كلهم بروتين ما عدا مين فيهم اللي مش بروتين؟ لأن الريبوسومات صنعت بروتين ما عدا الألدوستيرون. أنا حافظ لهم وش كده، الألدوستيرون ده أنا هرمون دهني، يبقى ما يتصنعش في الريبوسومات، إنما هرمون النمو، الأنسولين، الكالسيتونين، أي حاجة آخرها إين، عبارة عن بروتين. تحس إن إحنا بتاع روبيكي. طيب 37، الشكل البياني بيوضح كثافة العظام عند الإناث بمرور الزمن. كثافتها كويسة جدا لحد ما وصلت لل50 ابتدت تقل. يبقى اللي كان موجود قبل ال50 ومبقاش موجود بعدها هو السبب، اللي هو مين؟ هرمونات الأنوثة. يبقى إيه اللي خلاها يبدأ يقل كثافة العظام؟ قال لك نقص هرمونات الأنوثة نتيجة انقطاع الطمث. هل زيادة نشاط الدرقية في إفراز الكالسيتونين؟ هل ده يعني هو ده بيحصل بعد ال50؟ لا، يحصل سبب مرض في اي وقت، مش لازم بعد ال50. طب زياده نشاط الغدد الدارات الدرقيه عن المعدل الطبيعي برضه مالهاش علاقه بالسن. طب نقص معدل التعرض لاشعه الشمس مالهاش علاقه بالسن، ليه علاقه بالسن؟ هو نقص هرمونات الايه؟ الانوثه اللي هو الاستروجين، وده بيعتبر وسيله القوه عند البنات، وسيله الجمال، زي ما وسيله القوه والجمال عند الولاد هو التستوستيرون. ثمانية 38، بيحدث ضمور للغدة الدرقية عند غياب مستقبلات الثيروكسين من الخلايا الهدف. تخيل كده، دي
الغدة النخامية، ودي الغدة الدرقية، وتروح تطلع هرمون ثيروكسين يشتغل على بعض خلايا الجسم منها خلايا إيه العضلات المرسية الموجودة في جدول الأوعية الدموية. يقول لك يحدث ضمور للغدة دي الدرقية لما ما يبقاش فيه مستقبلات ثيروكسين هنا. لو ما فيش مستقبلات ثيروكسين يروح ما يلاقيش حاجة يشتغل، فيطلع أكتر فيطلع أكتر فتتضخم مش تضمر. يبقى دي خطأ، عبارة نقول الخطأ. تتضخم الغدة الدرقية عند غياب مستقبلات التي سيتش من الخلايا الهدف، بالعكس تي سيتش بيحفز الدرقية إنها تطلع. لو التي سيتش تمام كده مش موجود مستقبلات ليه على الدرقية مش هتتضخم، هتكش وتضمر. يعني هو بص كده، لما كان بيبقى فينا مستقبلات للتي سيتش كان بيشتغل عليها يكبرها، طب دلوقتي مفيش مستقبلات تي سيتش مش هيشتغل فمش هيكبرها تضمر. يبقى العبارة برضو التانية خطأ، يبقى العبارتين خاطئتان. 38 طيب 39، أعلى تركيز لهرمون الثيروكسين. الثيروكسين ده أول ما يفرز، بص يا شباب ده كده الفص الأيمن أو الجزء الأيمن من القلب، الأذين الأيمن تمام، وتحت منه البطين الأيمن، وده الوريد الأجوف العلوي سوبيرو فينا كيفا، وده الوريد الأجوف السفلي. والمفروض إن الغدة أعلى تركيز لهرمون الثيروكسين، الثيروكسين يفرز من الدرقية والدرقية بتوجد أعلى مستوى القلب هنا. يبقى لما تبدأ تنزل تنزل هنا الوريد الأجوف العلوي، وبعد كده تبدأ ترجع للبطين الأيمن، وبعد كده البطين الأيسر. يبقى أعلى حاجة هي أقرب حاجة للغدة اللي بيستلم الدم اللي جاي من الغدة والوريد الأجوف العلوي، ما شفناها في الرسمة. نيجي بعد كده 40، أي البدائل التالية، آخر 10 أسئلة يلا، أي البدائل التالية بتنطبق على هرمون الكالسيتونين؟ هل بيزداد إفرازه بشكل ملحوظ في المرحلة الثانية من الحمل؟ لا بالعكس، احنا عايزين الباراثورمون عشان ياخد الكالسيوم من عظم الام يديه للايه للدم عشان الطفل ياخده، يبقى مش الكالسيتونين ده الباراثورمون، دي غلط. يحفز امتصاص الكالسيوم الامعاء الدقيقه، ها هل بيحفز؟ لا مش هو ده، الفيتامين دي 3 او دال هو اللي بيساعد على الامتصاص، دي غلط. يخضع لتاثير الغده النخاميه، لا ده الثيروكسين هو اللي بيخضع، الكالسيتونين لا يخضع لتاثير النخاميه. توجد مستقبلات الخاصة على الخلايا البنية للعظام، اه لأنه بيرسب عليها كالسيوم يخليها تبني الايه العظام تمام، يسموها كده بالعربي اوستيو بلاست، لتبني، بلاست معناها يبني تمام. نيجي بعد كده 41، هرمون لا يمر بالقلب أثناء رحلته إلى الهدف، ما بيعديش على القلب كده على طول تمام. هرمون التي اس اتش يعدي على القلب، الاي سي تي اتش بيعدي، الجاسترين بيعدي، بس مين اللي بيعديش؟ لا توجد إجابة صحيحة، ولا واحد من دول ما بيعد ماشي بيعديش على القلب، كلهم بيعدوا على القلب. اوكي نيجي بعد كده ليه 42، قام فريق من الاطباء الباحثين بالكشف تمام عن الحاله الصحيه لكبار السن في احدى دور المسنين بالقاهره من خلال تجربه كلينيكيه قاموا فيها، حقنوا 4 اشخاص بكميات متساويه من الجلوكوز والانسولين، وقاسوا تركيز الجلوكوز في الدم بعد ساعتين، فكانت النتائج كالآتي: قبل الحقن تمام كان الدنيا قليله، بعد الحقن الجلوكوز زاد. احنا المفروض زود حقنا جلوكوز وانسولين، المفروض الانسولين اللي هو بعد الحقن يقل، سوري الجلوكوز هو اللي يقل صح، ما ده تركيز الجلوكوز ما قلش، يبقى عندنا في مشكله، هنا قل هنا قل هنا قل. اي الاشخاص الاربعه قد يعاني من مرض بول السكري؟ والمفروض عندنا هنا الاثنين سين وعين عندهم مشاكل. طيب عندهم مشاكل ليه؟ بص يا سيدي، عين عنده مشكله لان لما حقنا الانسولين السكر ما قلش، سكر ماله ما قلش، يبقى ده عنده عدم استجابه للانسولين، عنده ايه؟ عدم استجابه للانسولين، ده بالنسبه للعين. طب وسين المشكله اللي فيه؟ بص تفسير بسيط خالص، يعني احنا لو بصينا سين ايه المشكله اللي فيه؟ قبل الحقن كان مستوى الجلوكوز 150، وبرضه عين قبل الحقن كان مستوى الجلوكوز 150 اكبر من 120، اكبر من 120 يبقى مرض سكر. يبقى مين عندهم مرض البول السكري؟ سين وعين. ليه؟ لان قبل الحقن اصلا كان مستوى السكر عندهم عالي، يبقى عين وسين. طيب بعد كده رقم 2، بيقول لي اي البدايل التالية قد تفسر اختلاف تركيز جلوكوز الدم بعد الحقن عند الشخص سين وعين رغم تساوي الجلوكوز
عندهما قبل الحاء. ها ايه بقى المشكلة؟ قال لك بص، اللي خلى اختلاف تركيز الجلوكوز الدم بعد الحقن عندهم تمام، اختلفوا هل الشخص عين بيعاني من ضمور خلايا البنكرياس؟ لا، ما هو بيطلع انسولين بس مش بيستجيب، يبقى دي غلط. الشخص سين بيعاني من ضمور في خلايا الفا سين، سين ده عنده زياده في الجلوكوز، يعني جلوكاجون عالي مش ضمور. طب مستقبلات الانسولين عند الشخص عين ده عن مقاومه وغير حساسه للانسولين، اه بدليل ان احنا لما حقنا السكر برضو زاد بعد الحقن، ما بيقلش ده بيزيد. وصلت؟ حلو، يبقى دي صح. نقص نشاط الغده الدرقيه عند شخص عين مقارنه بالغده سين مش علاقه، يبقى الاجابه بالنسبه لي جيم. بعد كده 43، اي البدائل التاليه بتعبر عن تاثير الهرمون سين على ايونات الكالسيوم؟ المفروض السين ده اللي هو الباراثورمون بيزود الكالسيوم في الدم، يبقى يقلله في العظم ويمتصه كتير من الامعاء، يبقى دي تنفع ودي تنفع عشان هو بيمتصه. طب وبيعيد امتصاصه من الكليتين عشان عايز يزوده في الدم، هيزوده في الدم ياخده من 3 اماكن، من الامعاء والكلى والعظم، يبقى يزوده من الامعاء ويزوده من الايه، من الكلى، يبقى دي تنفع ودي تنفع. ويقلل مستواه في العظم، يبقى دي تنفع، يبقى 43 بالنسبه لي تبقى تمام جيم. انما يزود مستواه في العظم ازاي؟ ده كده يرسبه على العظم، هو بياخده عشان يزوده في الدم، يبقى بيقلله من العظم بسبب تاكل عظام. اوكي، بعد كده 44، اي الاعراض التاليه بتظهر على الذكر نتيجه استئصال الخصيتين في سن الثامنه؟ ده العيل ده لسه قصير تمام، ماله بقى؟ هل نقص نشاط الريبوزومات في الساركوبلازم؟ هنلاقيه اه مش هيصنع بروتين، لان الخصيتين عندهم تستوستيرون بيساهموا في تصنيع البروتينات، يبقى مش هيصنع بروتينات، يبقى دي اعراض تظهر. قصر قامه عن المعدل الطبيعي، الجروث هرمون او هرمون النمو عادي ما فيهوش مشكله مش هيبقى قصير، توقف نمو شعر الراس والاصابه بالصلع، الكلام ده يحصل لو التستوستيرون عالي وعنده خصيه، ده ما عندوش، ده ما يحصلش، يحصل عكس. زياده معدل التمثيل الغذائي تمام، مش هيزيد ولا حاجه، ما هو عادي مش مشكله، احنا عايزين التستوستيرون ده بيساعد على تصنيع بعض الايه، بروتينات الموجوده في جسم. بالنسبه لي الاجابه الف، هي اللي ايه، الاعراض اللي تظهر. طيب 45، يلا اخر صفحه، بيقول لي اي الغدد التاليه لا تقع بمحاذاه العمود الفقري؟ ده العمود الفقري تمام، المفروض هنا المبيضيه، وهنا كده الغدد الكظريه، وهنا كده الغده التيموسيه، الغده النخاميه فوق ملهاش علاقه، لا دول كلهم بمحاذاته الا دي الغده النخاميه، يبقى 45 بالنسبه لي تبقى ب. اي البدائل التاليه بتعبر عن الترتيب الزمني لاستجابه اجهزه الجسم اثناء الولاده؟ اثناء الولاده يبقى البيبي ده كده عباره عن الرحم تمام، جدار الرحم اهو، في بيبي هنا راسه اهي بينزل، لما ينزل الراس الكبيره دي بتعمل استريتش لجدار الرحم فيطلع اشارات عصبيه، اول حاجه الجهاز العصبي اهو عصبي، تروح المفروض للايه، للغده النخاميه الفص الخلفي عشان تطلع الاوكسيتوسين، يبقى تروح لجهاز هرموني، اوكسيتوسين ينزل ده هرموني يروح لعضلات الرحم يبقى عضلي عشان يسبب لها انقباض، يبقى عصبي هرموني عضلي ب. طيب 47، بيقول لي ينصح الاطباء مرضى البول السكري بتناول فاكهات طازجه مثل التفاح، اشمعنى يعني الناس اللي عندهم سكر؟ هل الاحتواء على سكر الفركتوز اللي بيحفز بيتا، بيتا مش شغاله ما ينفعش، احتواء على سكر الجلوكوز اللي بيحفز بيتا، ما احنا ما عندنا بيتا مش شغاله ده مرض سكر، احتواء على سكر الفركتوز بيظبط خلايا الفا؟ ابدا ما بيعملش كده، الفركتوز الذي لا يحتاج الانسولين مروره اه تمام، خش جوه الخلايا ويقل في الدم بدون احتياج الانسولين، ده 47 تبقى دال. طيب 48، من خلال دراستك اي البدائل التاليه بتمثل الهرمون سين؟ علما بان الغده 2 توجد داخل التجويف البطني تمام، يبقى التجويف البطني يبقى اعتقد ان هي قشره الغده الكظريه، يروح لها هرمون سين اللي هو الاي سي تي اتش، يطلع من الغده الجزء الغدي، دي جزء غدي من الغده النخاميه، يبقى هرمون الاي سي تي اتش، التي اس اتش يروح للدرقيه دي في الرقبه مش في البطن، الاف اس اتش يروح لحاجه في الحوض مش في البطن، البرولاكتين يروح لحاجه في الصدر مش في البطن،
يبقى بالنسبة لي الـ ACTH 48 تبقى 1000. يلا آخر سؤالين، السؤال قبل الأخير 49، أي العبارات التالية لا تنطبق على هرمون الأنسولين؟ هل يتحلل فعل العصارة الهاضمة عند تناولها عن طريق الفم عشان بروتين والبروتينات تنضم في المعدة؟ تمام، دي تنطبق، هذه التي لا تنطبق. لو تأثير بنائي على كل من الكربوهيدرات والليبيدات، ها الأنسولين لو تأثير بنائي بيبني ليبيدات طول ما هو موجود بندخن عادي جدا لأن هستهلك الجلوكوز أكتر، ولو تأثير بنائي في الكربوهيدرات لأن أنا عايز أقلل السكر عشان أقلله يروح يحوله لجلايكوجين يبقى ده بيبني، يبقى دي برضه تنطبق. يفرز من الخلايا الحويصلية، الحويصلية دي جزء قنوي تمام، إنما هو بيفرز من جزء غير قنوي يبقى دي غلط لا تنطبق. لا يخضع إفرازه لتنبيه الغدة النخامية، صح لا يخضع، التي لا تنطبق هنا بالنسبة لي جيم. طيب السؤال الأخير رقم 50، جميع البدائل التالية صحيحة عن هرمون البروجستيرو ما عدا، هل طبيعته هنية ولا يذوب في الماء؟ أصح تقع مستقبلاتي بالقرب من نواة الخلية، أكيد لأن المفروض دي كده النواة، كونه إنه بيدف الدهون يقدر يعدي إنشاء الخلية ونلاقي إن المستقبل بتاعه في السيتوبلازم قرب النواة يبقى دي صح. لا يمكن تناوله علية أقراص، لا ينفع أخده كأقراص، من كل دول صح ما عدا دي يمكن تناوله. ليه؟ لأنه عبارة عن دهون، لما أخده هيمتص عادي في جدار الأمعاء ويعدي الأغشية الدهنية مش مشكلة. تعرف لو عبارة عن بروتين ما ينفعش. يمكن أن يتحلل بفعل العصارة الهاضمة للبنكرياس، لأن هو دهني، العصارة الهاضمة للبنكرياس فيها إنزيم اللايبيز اللي هو بيهضم الدهون، دي صح. يبقى التي لا تنطبق أو اللي هي مش صح اللي هي إيه؟ كيم. كده نقدر نقول خلصنا الاختبار. شكرا ليكم، نتقابل إن شاء الله في تشابتر جديد مع بعض ونكمل حل إن شاء الله الحصص القادمة الكتاب بتاعنا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.